مرحبا بكم. هل تعرفون من يجيد اللغتين العربية والإنجليزية؟ نبحث عن شخص مهتم بالنمو الشخصي والتعرف على البودكاست. نحن بحاجة إلى شخص لملء منصب تطوعي كمترجم وراوي لبودكاست One Kind Moment، لحظة لطيفة. سيشارك هذا البودكاست عملية إعادة تشغيل الحلقات السابقة حتى نملأ هذا المنصب. إذا كنت تعرف شخصاً مهتماً، أطلب من الاتصال ببروس وين ماكلين، المنتج التنفيذي للبودكاست، على bros@broswaynemaclean.com. هذه المعلومات واردة في وصف الحلقة. شكراً لكم وأراكم لاحقاً. أعيش الحياة التي عشتها، حيث تربيت على يد أبوين أصماء، واستيعاب ثقافات مختلفة، وتحديات التي واجهتها بمرور الوقت، أعطتني نظرة ثاقبة لحقيقة أن كل شخص لديه قصته المعقدة، ونادرا ما يكون ذلك ما أظنه هو. يجب أن يكون لدينا تعاطفا ونعمة لبعضنا البعض. يجب علينا. غريس جيلي. لنواجه الأمر، نحن نقوم بافتراضات في كل وقت. إنها فعالة، إنها توفر الوقت والطاقة، لكن بعض الافتراضات تتطلب مزيدا من التأمل. إن تذكير نفسي بأنني لا أعرف قصة الشخص الذي أمامي كاملة يساعد في سد الفجوة بين الغرباء. كلمة طيبة تبني جسرا من الأمل.